اسمي جودي، عمري 11، عم بشتغل لأني بابا مريض وما بيقدر يشتغل، مجبورة أنا أشتغل مشان بابا لأني مريض وما بيقدر يشتغل. بتمنى أنه يعني ما أشتغل وكمل دراستي وأصير محامية. تحبي تحكي شو عم تشتغلي؟ بشتغل أنا بتمسيح يعني بلور وتنظيف البيوت. شو هي الصعوبات اللي بتلاقيها بالشغل؟ بطلع على عالي وبساوي يعني من فوق الشباب. بطلع على عالي، ايوه. ووجع ظهرك شغله هيك بوجعك جسمك شغله لانه عم تشتغل تقيل ومطول طويل عليكي؟ والشغل كمان طويل علي. كم ساعه بتشتغل تقريبا باليوم؟ تقريبا يعني يوم اي يوم احنا بنشتغل. يوم الايه كم ساعه عم تشتغلي؟ بساوي شي ساعتين ثلاث ساعات هيك. وهذول بتكونوا تقال على جسمك ما؟ طيب بتحبي تصيري محاميه؟ ايه.